الشعارات، ماذا سأكتب وماذا ستكتب وماذا سنرفع وماذا سنقول، أين سنتجه، المسار، مسار المظاهرات. يعني كان كما كذلك تداول بعض شرائط المصورة سواء كان صوتية أو مرئية لبعض تلك الأحداث طبعا التي كانت تؤجج نار الثورة وربما تكسبنا شيء من الشجاعة للخروج الى الشارع والتنديد والصراخ ورفع اللافتات. فبالتالي الفيسبوك لا ننكر ابدا وبتاتا قيمته ودوره في الثورة التونسية، لكن لابد هنا ان نتحدث ايضا عن تداعيات الفيسبوك اثر الثورة. لانه في الثورة كان دوره معين وهو التنسيق وتبادل المعلومات إلى آخره، لكن صار الآن لابد، هو لم يصر ولكن لابد للفيسبوك الآن أن يكون كذلك وسيلة للتنسيق. كيف سنبني هذا الوطن؟ أنما أشاهده مثلا في فيسبوك وتعرف أني ناشطة في هذا الموقع، هناك ربما عدم وعي، عدم وعي في استعمالات الفيسبوك. كأن مثلا هناك فيديوهات تطرح من ورائها فيها تشفي، كأن هناك تطرح مثلا فيديوهات أو تسجيل أو أخبار ليست دقيقة. نعم نعم أستاذ ربيع، سأعود إليك. الآن أتوجه بالفكرة التي طرحتها الأستاذة رابية حول عدم عقلانية استعمال هذه الوسيلة التواصلية. المسرحي والمدون يوسف بعلوج، كيف تنظر إلى هذه المسألة وكيف يمكن الاستفادة من إيجابيات هذه الوسيلة التفاعلية، و بعيدا عن التوظيف السيء لهكذا مواقع؟ سيد يوسف مساء الخير. طبعا هناك نقطة دائما نتحدث عنها وبخصوصها لما نتطرق إلى الحديث عن الفيسبوك، هو الغرض من خلق الموقع أساسا. يعني الموقع لما خلق كان بيئة للتواصل. نعم، نية مؤسس الموقع هي أنه يفتح موقع للتواصل لا أكثر ولا أقل، وبالتالي أي محمول آخر أخذ إليه الفيسبوك أو استعمل من أجل الفيسبوك هو يدخل في إطار أنه كما يقولوا أوبسيون، يعني حاجة إضافية، شيء إضافي. وبالتالي لا يمكن أن نحكم على الفيسبوك من هذا المنطلق، أنه نقول أنه كيف يمكن أن نخرج من منطق الاستهلاكي أو العقلية الاستهلاكية السائدة للموقع إلى عقلية أكثر إنتاجية، سواء في الأفكار أو في الطروحات. أو يبقى أساس الموقع هو موقع ترفيهي في الأصل. يعني لما يقاد انه الموقع الى منطق اخر، مستعمل لمنطق اخر سواء ذو محمول سياسي او ثقافي او فكري، فهذا يدخل في نطاق الشيء الاضافي. وبالتالي لا يمكن الحكم على نجاح الموقع في قيادة ما سمي بالثورات يعني الأخيرة، لأنه في النهاية هو موقع تواصل. كان لم يكن هو أساس الموقع مثلما تفضل أساس الثورة مثلما تفضلت أستاذة راضية تقل، هو كان يمكن أن نقول بأنه كان بيئة لانتشار الخبر. نعم، كان بيئة لانتشار الخبر بشكل سريع. ربما كان خرج من كونه مجرد بيئة إلى صانع خبر، مصدر خبر موثوق اعتمدت عليه وسائل إعلام ثقيلة مرئية ومسموعة ومكتوبة في نقل أوضاع معينة في ظل غياب تصاريح أو اعتمادات للمراسلين، وهذا شيء مهم. وبالتالي يعني نوع من نعم لأن السيدة الأستاذة أمينة عمروش
الناشطة الفيسبوكية. أيضا أحيل إليك ما طرحه أمين حول اعتماد الكثير من وسائل الإعلام الثقيلة على الفيسبوك. لماذا هذه الوسائل في رأيك اعتمدت على الفيسبوك ولم تعتمد مثلا على مواقع تواصلية أخرى؟ هناك تويتر، هناك مواقع كثيرة تقدم نفس الخدمات التي يقدمها الفيسبوك، لم تأخذ ما أخذه الفيسبوك. في رأيك أنت كناشطة إنترنتية إن صح التعبير، كيف تنظرين إلى القضية والمسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أكتب مسميات حصة مسميات الأشياء الجديدة الدولية. الأخ يعني ضحى حوالي يضم 500 مليون نسمة، هذا دلالة على أنه يحتل الصدارة في يعني في المواقع الاجتماعية. هناك مواقع أخرى تقدم نفس الخدمات، لكن الفيسبوك ربما لكثرة المنخرطين في هذا الموقع الاجتماعي. إضافة إلى أنه الفيسبوك يعني يعطي المستقلية في استعمال أو في تقديم ما يشاء أن يقدمه. إضافة إلى كل هذا يعني يوفر خدمة أخرى، مثلا أنا عدد أصدقائي يفوق 100 وصديقي عنده 100 صديق، يمكن لصديق صديقي أن يعني يتحصل على المعلومات من عندي أنا شخصيا. نعم. يعني هذه الوسيلة اللي ربما لا توفرها بعض المواقع الاجتماعية الأخرى. نعم، نحن تحدثنا عن الجانب الإيجابي في هذا الموقع، تحدثنا عن الكثير مما يتيحه دون غيره من المواقع، عن سهولة التواصل عبر هذا الموقع، ولكن الذي لم نطرحه أستاذ عبد الرزاق هنا، أنت طرحت قضية الأنظمة التي تحارب الفيسبوك والتي تغلق والحجب والغلق. هناك دول تحضره حضرا تاما، يعني كروسيا والصين وإيران والكثير من تجب لروسيا حضرته. نعم، هذه معلومة مؤكدة. هناك أي يعني في الفيسبوك لحد ذاته، هناك إدارة فيسبوك تتعامل بمعايير أو بمكاييل متعددة. هناك حجب لموقع، الآن هناك مجموعة من الناشطين الفلسطينيين يطالبون بمقاطعة هذا الموقع احتجاجا على ما سموه سياسة التعتيم والتي يعتمدها والكيل بمكاييل متعددة. هناك حجب صفحة فلسطينية تدعو لانتفاضة فلسطينية أخرى. هذه المسألة كيف تنظر إليها سيد عبد الرزاق؟ هو طبعا لا يخلو فضاء من الفضاءات من انتماء معين أو نظرة معينة للأشياء، وبالتالي أنا كمواطن عربي بالدرجة الأولى يحتاج إلى جرعة أكبر من الحرية. يعني كمواطن عربي ينتمي بين قوسين إلى شريحة المثقفين، وبالتالي فإنه مطالب أكثر من الشرائح الأخرى بأن ينتصر للحرية وقيم الحرية والديمقراطية. أنا كمواطن عربي عطشان للحرية. نعم. في اللحظة الحالية لا أنظر إلى سلبيات الفيسبوك ولا أكتب عنها ولا أتحدث عنها، أتحدث فقط عن الإيجابيات. من ضمن هذه الإيجابيات أنني أجد نفسي حرا في أن أكتب ما أشاء وأن أقرأ ما أشاء وأن أنخرط في كل الحركات التي أؤمن بها وبإيجابيتها وبظهورها في التغيير. من هذا المعنى قاعد إلى ما أشار إليه استعرف لأنه الفيسبوك في الأصل هو للترفيه. الفيسبوك في الأصل للترفيه، نعم، ولكن أيضا في المجتمعات التي وصلت ودارت قاطعها مع الثبت بكل وطنه السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية إلى آخره، في الصعيد يمكن أن يكون الفيسبوك للترفيه، لكن في الصعيد العربية لا يمكن أن نستخدم فيسبوك فضاء للترفيه في ظل سؤال الديمقراطية وسؤال الحرية، في ظل سؤال الحياة بحد ذاته. النقطة الأخرى أيضا عندما تحدث عن الفيسبوك وكأنه أصبح في واقعنا العربي مثل السكر والحليب، يا رجل كم من خيطه الإنترنت أصلا في الجزائر مثلا،
كم من خريطة الانترنت في الجزائر أني انضميت المشرف على صفحة 123 يقول إن هناك 350 ألف مشترك أو 150 ألف منضم إلى هذه الصفحة صفحة أمين. في ظل يعني سؤال الحياة كما يقول عبد الرزاق بوقبة، كمواطن عربي ليس عليه النظر إلى سلبيات، لأن المواطن العربي في اعتقاده لم يشدد تلك القطيعة مع الكبت. و أخي محمدين، أنا أريد أن أضيف شيء على ما قاله أستاذ عبد الرزاق بوقبة، هو سؤالك لماذا تحارب الأنظمة هذا الذي يسمى بفيسبوك. أنا كان سببين. السبب الأول هو انعدام الرقابة. لا يمكن أن تراقب إنسان جالس على الفيسبوك. أتحدى أي دولة في العالم تستطيع مراقبة إنسان يعني يقوم بوضع نظارته في الفيسبوك وصور. أنت أنا أحب أنا أستاذ. وكان تميم عندهش بزاف واحد من المجلة الأمريكية وضع تاني واحد تقارير على الفيسبوك، هو المضارع أحد الموقع يشتكون من كما يقولوا لافيتاس، سرعة قصوى، حوالي 500 مليون صورة توضع في اليوم في الفيسبوك. نعم. هم يشتكون من هذا الشيء، ما قدروش يتحكموا في هذا الوضع، وهذا يدل على شيء، الخوف هذا والرقابة هذا، أو بين الشيء هذا اللي يدل عليه. عندي تعقيب بخصوص الإحصائيات، حتى الإحصائيات إحصائية قريبة يعني إلى وقت قريب تقارب عدد المنضمين لفيسبوك من الجزائر بمليون وخمسمائة ألف شخص. نعم، هو رقم كبير جدا بالمقارنة يعني مع واقع الإنترنت في الجزائر بالمقارنة مع عدد السكان يعني. نعم، واحد مليون ونصف على 40 مليون نسبة مرتبة. بالنسبة لتويتر يقارب عدد المشتركين 2000 شخص. نعم. يعني تقريبا مشترك في تويتر بألف مشترك يعني في فيسبوك. نعم، سنواصل يعني حديث فيسبوك وحقيقة هذا الموقع ومسير النجاح الذي لاقاه، ولكن بعد موجز لأهم الأخبار باللغة الفرنسية مع زميل